عمرو دياب ودينا الشربيني خلونا نحب كلنا برج الحوت. خلينا مره ثانيه نرحب بهاله عمر مشرفانا ومنورانا، ومبسوط ان معانا النهارده كمان عيله جميله قوي من جمهورنا اللي مشرفينا ومنورنا. و 2019 اخبارها ايه والابراج؟ 2019 قريبه قوي من 2018، فيها شويه فيها حاجه كده تقدر تقول ايه بين البنين. هي 2018 كانت حلوه يعني. سفر يعني. بص، هي سنه غريبه قوي. اولا هتبقى سريعه جدا لان في كوكب مثلا الزهره المفروض انه بيلف ال 12 برج في سنه، السنه دي هيلفها في 12 شهر واربع شهور، يعني 16 شهر. فمعنى كده ان في كوكب سريع جدا، فالناس السنه هتخلص بسرعه قوي اكتر من العادي. دي من حيث السنه شكلها هي فيها ايام كويسه وايام وحشه. هي كل ايام ربنا حلوه عامه، بس دي نقدر نعرفها شهريا بقى، لان ما فيش حاجه. انا سامع ان في فبراير في يوم مش حلو. لا، هو في السنه دي في خمس خسوف وكسوف للقمر والشمس، وده يعني هيعمل شويه اكاشن. كل برج على حده، ان كان في صعوبات ففي حاجات حلوه. أوكي. فما ينفعش مثلا اجي اقول لك اخبارك ايه تقول لي هي السنه هي حلوه بس الواحد كان تعبان، او هي كانت وحشه بس برضو ربنا ستر وحصل كذا. صحيح. يعني محدش هيعرف يحدد زي مثلا السنوات السابقه. لا دي مش عارف ايه. لا. أوكي. دي مش واضحه. مش واضحه هي يمين وشمال. سنه ملهاش معالم يا اولاد. حاجه حلوه خالص، ربنا يستر. طيب نبتدي باول برج معانا وهو برج الحمل. الحمل بيبتدي امتى وبيخلص امتى واخباره؟ اثنين برج الحمل، حضرتك واستاذ يوسف. برج الحمل، برج الحمل بيبتدي 21 مارس ويخلص 20 ابريل، وهو برج ناري وكوكبه المريخ، والسنوات السبع سنوات السابقه كان عندهم أورانوس في بيتهم الاول، والمفروض ان أورانوس ده عمل تغيرات كتيره جدا في شخصه وفي ظروفه، وهو هيمشي ان شاء الله بشكل خلاص يعني اكيد يوم 17 مارس. هيروح برج الثور، هيروح بيت المال. فهتحصل المفاجآت والتغيرات الكثيره في ديبارتمنت وقسم الفلوس بس. اوكي. هيزيد ولا تقل؟ لا، هيحصل تغيير شامل بس الى احسن. يعني بعد سبع سنوات الدنيا هتتغير خالص. الحاجه الرئيسيه بالنسبه لاصحاب برج الحمل هو الشغل الشغل الشغل. كل اللي ما بيشتغلوش فهو هيبقى شغلهم الشاغل اللي في دماغهم البيت لو حد بيت يعني عايش في البيت بس، او البيت شغل. يعني في شغل وفي تركيز. في تركيز جامد جدا على الشغل. صحتهم احسن. بس محتاجة عناية لأن هم من كتر ما هم تركيزهم في الشغل هيهملوا صحتهم. أوكي. ما عندهمش أي ضغوط. الحالة العائلية زي ما هي، يبقى الحال كما هو عليه. بيت العاطفة فاضي، المتجوز متجوز، اللي مش متجوز حر براحته هو وأقداره، بس مفيش طاقة دعم حاجة. أوكي. طيب نخش على تاني برج. أوكي. إيه بقى؟ برج الثور من 21 إبريل ل 20 مايو. ثانية، هنا في حد برج الثور؟ لا مش طبعا برج الثور هو انت برج الثور؟ خالد عصام برج الثور. ده يا خالد هيدخل لك من يوم 17 مارس كوكب أورانوس، هيقعد عندك سبع سنين. انت كبرج الثور ما بتحبش التغيير، فبرج أورانوس ده رمز التغيير والتمرد. يعني عليك يا خالد يا عصام، وتغيير كل شيء. يعني عليك. لازم تتعلم حاجتين، عشان دي نصيحه لاصحاب برج الثور. اولا المرونه، لان هم عناديين وبيرفضوا الشيء اللي مش على دماغهم. يعني اللي مش ماشي مع مزاجهم، فلازم يتعلموا المرونه ويمشوا الحال. يعني let it go، ماشي مع التيار، مش لازم يبقى كل حاجه على مزاجك. لازم تتوقع الغير متوقع فما يحصل لكش بانيك، لان اصحاب برج الثور لما يتفاجئوا بيفصلوا، ما يعرفوش يظبطوا الدنيا. they lose concentration، ما يعرفوش يركزوا. أوكي. يتوهوا شوية كده. فدي أهم نصيحة ليهم. الصحة كويسة، شغل كويس، والفلوس كويسة. لازم تعمل حساب الأبس أند داونز بتاعة أورانوس، اللي هي طاقة أورانوس، فما تبقاش ضامن قوي الدنيا. مش عشان حاجة، عشان في مفاجآت حلوة ووحشة. أوكي يا خلودة، وبكلمني كلنا. إيه؟ بكلمني الفلوس بقى. اللي بتقول له بكلمني. اوكي كده برج الثور. الفلوس كويسه. والحب الحب كويس، بس هو دماغك كلها
متجهة للعمل والفلوس و انت مش جبت يا ابني الفور باي فور بكفي عليك بقى هتجيب ايه طيارة؟ لازم تتعلم التغيير والمرونة لازم كده خلاص ده كله كويس بعدين مفيش حاجة غير دي اللي هي تبقى مرتبطة بكل أحداث كل حاجة أوكي. الجوزاء من 21 مايو ل 20 يونيو أنا بحب قوي برج الجوزاء على فكرة بشوف إن هو من أحلى الأبراج في هنا حد برج الجوزاء في حد فوق برج الجوزاء في تطور مثير في تطور أهم الأحداث تطور مثير في الحب والحياة الاجتماعية السنجل هيبقى عنده فرصة عنده طاقة حلوة إنه يرتبط السنة الجاية هيرتبط متاح قوي يعني بتوع برج الجوزاء هيفلطنوا السنة الجاية حلو في تغيير لأن أورانوس راح بيت ال 12 بيت الروحانيات بالنسبة له وده تغيير في معتقدات أورانوس قلنا كوكب التمرد والتغيير فده هيخليه يبقى مع نفسه يفكر انا صح كده فلسفه الحياه ايه اخبار الدين ايه يا اما يروح في اقصى اليمين يا اقصى الشمال فلازم تركزوا شويه اصحاب برج الجوزاء واللي عنده شباب في سن المراهقه يركز معاه جدا 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 عشان ممكن حد يلعب في دماغه ماشي اوكي كتير قوي من اصحاب برج الجوزاء اتعاملوا السنوات الماضيه فيما يخص الموت والحياه يعني حد عيل حد ما وقته كريتيكال حد فقده للاسف هنفضل في الجو ده لحد ما زحل يمشي من مكانه يوم 3 ديسمبر السنه دي برضو فيها رينوفيشن اعاده حياه لاي حاجه لصداقه حتى قد تكون نفسيه مش لازم تبقى فعليا في شخص يعني اوكي المهنه برضو بقى لها فتره هو بسبب حالة الروحانيات دي ما بقاش عايز يشتغل في شغل تقليدي عايز يشتغل في حاجات طبيعية في يطلع يعمل شغل في فن يعني حاجات كده فيها إبداع فيها روحانيات فيها تأمل كل الطاقات الكواكب اللي على برج الجوزاء بتودي للسكة دي أوكي. بعد دي برج إيه؟ التغيير الذاتي اهم شيء الحب بالنسبه له السنه دي والمال طبعا والصحه جيده والبيت والاسره على فكره رغم ان برج الجوزاء الناس بتفتكره مش بيتوتي وانه منطلق و الا انه لا هو بيحب قوي يعيش انا بحب البرج ده جدا بيحب يعيش في جو متناغم قوي وده ما يعني هيساعده يبقى كويس قوي نخش على اللي بعديه اوكي المال اهم حاجه بالنسبه له الحب والحياه الاجتماعيه الجوزاء السرطان بعد كده السرطان بقى السرطان من الابراج الصعبه مش سهله انا عارف 21 يوليو ل 20 يوليو لا روما سرطان بتلدع يونيو ل 20 يوليو دي غلبانه قوي يعني اصحاب برج السرطان اهم حاجه بالنسبه لهم الصحه محتاجه مراقبه في تحديات كتيره زي تحديات 2016 يمكن اقل شويه بس شكلها واعتقد طالما مرتوا عليها وعرفتوها تعرفوا تتعاملوا معاها حصل لك ايه يا روى في 2016 الامور شكلها صعب لكن بعد 7 مارس بعد ما يتنقل اورانوس هتهدى الامور شويه الحياه العاطفيه بيها تحديات والعلاقات الانسانيه برضو هتختبر كثيرا الصحه في 3 كواكب ضاغطين عليه حتى 7 مارس بعد 7 مارس في كوكبين بس وبعدين الاخبار الحلوه ان بيت الصحه قوي جدا طاقته قويه جدا فده معناه انه هيتحمل اي ضغوط سلبيه من اي حته اهم حاجه يركز في الوقايه من اكتر النفسيات العرضه للعقد النفسيه لو كانت طفولته مش حلوه لازم طفولتهم تبقى مليئه بالحب والحنان صح. والامان عندكم حد كده ولا ايه ابنك لازم أوكي. على طول تحضنيه وتطمنيه الامان بالنسبه له مهم قوي صحيح يبقى دلعيه بقى يا شيخه طبطبي شويه الحياه الاجتماعيه قويه في بيت الاسره في برج السرطان وهيبقى بيتهم مكان الناس فيه طاقه كبيره قوي اوكي المال برضو ظريف والشغل كويس اوكي بعدهم الاسد برج الاسد بقى من 21 يوليو ل 21 اغسطس وده يا سيدي في هنا حد برج الاسد؟ ماشي في متغيرات من اصعب الابراج لا دول طيبين من اصعب الابراج لا عندي البروديوسر بتاعي والمخرج بتاعي الاثنين برج الاسد
محتاجين الاثنين دول بالذات، الاثنين دول يتحطوا في قفص. طب ما انت اسندنس بتاعك برج الصاعد اسد. انا برجي الصاعد برج الاسد، بس ما كنتش عايز اقول بصراحه، هخش معاكم القفص. اوكي. في احداث كتيره، متغيرات كتيره، ولكن في النهايه هينجح ويخرج منها. في ثلاثة خسوف شمسي، وده كوكبه الشمس، فالخسوف الشمسي بيأثر فيه. حصلهم ايه بقى دول؟ الخسوف زي ما اتفقنا لازم يخلي باله من السواقة ومن العنف ومن الحاجات الحادة ومن المجادلات، ومن يعني في وقت الخسوف لازم الدنيا تبقى هادية، يعني ينزل يتمشى، ينام في بيتهم كده يعني. خليكم نايمين في بيوتكم انتوا الجوز. اهم حاجة هيحصل تغيير، فهو عنده طاقة هتخليه يحصل في يحصل تغير في شخصيته، للنضوج ومظهره، هيبقى حاجة هيعيد اختراع نفسه. عشان البيت الرينيفيشن أو إعادة الأحياء فيه طاقة جامدة. أحوال العمل تبدو صعبة وفيها كثير من الضغوط، هو مش فرحان بيها أو غير، هيبقى غير مستمتع، لكن مع الوقت والصبر هيوصل للي هو عايزه. أداؤه في الحب والمشاعر الرومانسية هيتغير برضو، في تغيرات في مهنته وعمله. المشترى هيقدر اللي هو كوكب الحظ هيبقى في بيته الخامس اللي هو بيت المرح والتسامر، فهيبقى موده حلو على طول، وبيشتغل في كل حاجة تخليه يبقى هابي، يعني يعمل كل حاجة فيها مسامرة، كل حاجة بتجيب فرحة، هيرقصوا زي كده يعني. الصحة جيدة والطاقة جيدة. نخش بقى على البرج العذراء. عنده تمدد في الأسرة، يعني يا إما في جواز يا إما في خلفة. الأسد عنده خلفة. وبيت الرابع قوي جدا، وده بيت الأسرة، وده معناه إنه حلو. كويس. وبيت المال فارغ من الطاقة، لكنه في كواكب سريعة بتيجي فترات، طفرات مالية دي هنقولها شهر بشهر. ماشي. أوكي. أنا خليني أفكركم إن إحنا كل الأبراج دي هنعيدها تاني شهر شهر، بعد كده بنكون عن كل شهر على حيدة، كل برج يعني على حيدة. خش على برج العذراء. مين؟ حاضر. ايوه احنا هنا. كل ده عذراء؟ ايوه. وحضرتك؟ ونوران؟ نورهان؟ برج العذراء، وانا برج العذراء، ومين تاني؟ بس كده؟ ماشي. من 22 اغسطس ل 22 سبتمبر. والكاميرا مان بتاعي برج العذراء. السنه دي سنه حلوه سعيده، فيها بعض التحديات. أيوة. في البيت الخامس المسؤول عن الاطفال والابداع، ده اهم شيء من اهتمامكم السنه دي، كل ما يرتبط بالابداع، بالفن، لو حد عنده اطفال صغيره. اوكي. بتبحثوا عن المتعه، عن الفن، عن السعاده، بتدوروا عليها، في طاقة بتساعدكم تعملوا كده، وعشان كده عام سعيد، لأن انتوا اللي بيبحث عن الحاجة بيلاقيها. خمس في وش الناس، خمس يعني. المشترى في البيت الرابع لحد ديسمبر، وده معناه في تمدد في العيلة أو في الأسرة، في جواز، في خلفة، في حد يجي يعيش معاكوا، في حاجة، في تمدد في الأسرة. في البيت السابع نبتون، وده معناه إن يبقى أنت هتتخطبي. لازم اقول لها ان هي في موازين بسبب نبتون، مقاييس المشاعر والعلاقات مثاليه جدا ومش واقعيه، وده اللي مش خليكي راضيه عن شيء ما. ف كلام بتوجه لك انت، مش عارف ليه. عشان هي انت قلت لها هتتجوز، فانا بقول لها اما هي هتيجي تختار هتبقى الجريد بتاعها عالي، هي متوقعه المثاليه في كل شيء، فده مش هيحصل، لان احنا بنتكلم في ارض واقع ان شاء الله، يعني بنسب فولت في وشك. لا ده امر واقع، ما فيش حد مثالي الا لو جبتي حد عذراء زيك، هيبقى في نفس الاتجاه. لان التقييم، كل واحد عنده قدره للحب بشكل ما، الموازين مش واحده. صحيح. مش واحده عندي او عندك او عند شريف، كل واحد بيحب بطريقته، فالطريقه بتاع اللي انت في خيالك حاولي تخليها واقعيه علشان ترضي انت او اي بنت في العذراء او اي راجل في العذراء، ممكن يبقى عايز واحده مثاليه، مش ممكن، مش هتبقى موجوده. عشان كده قاعد لكم حبايبي. صح ولا لا؟ وانت قاعد معايا برضه؟ انت مش متجوز؟ والله هم برج العذراء، بس لما بنتجوز بنبقى زوج مثالي، صح حضرتك ولا لا؟ هو بيخش المطبخ يطبخ لكم كل حاجه، الراجل يعني ما فيش زيه اصلا، كفايه ضحكته. هو اكبر. طيب. في اربعه خسوف، وكسوف طبعا هياثر على حياته الروحانيه،
لكن ايماننا هيزيد ولا هيقل؟ انا لسه جاي من عمره. الحياه الروحانيه مش معناها ايمان يزيد او يقل. إيه؟ يعني عنده طاقه تليباثي، يعني عنده روح، يعني نقول ايه، عنده طاقه للسنس بتاع الحدث، عنده احلامه زياده سنسيتيف، يعني عنده صحيح. عنده شفافيه صحيح. اوكي طيب احنا كده خلصنا الدور العذراء. كويسه صحه كويسه كله ظريف. نخش على اللي بعده. انت بتقلبنا يا عم الشيخ. لا بعد الميزان. الميزان ايوه الميزان. طب احنا هنشوف فاصل ماشي، نرجع نكمل الست. احنا كده خلصنا ست ابراج، ناخد فاصل سريع ونرجع ناخد فاصل، ناخد النشره الفنيه مع نهايه سمير لغايه اما هاله كده تشرب حاجه، ونرجع نكمل الست ابراج اللي فاضلين. خليكم معانا لو سمحتوا. فاصل. دلوقتي استاذ عمرو دياب احنا زعلانين. حضرتك عملت الاغنيه لمراتك الجميله استاذه دينا الشربيني برج الحوت، احنا كلنا عايزينك تغني لكل الابراج الثانيه، اتصرف صح؟ كل الابراج الثانيه تعمل اغنيه لبرج بول. بيحب كل الابراج الثانيه. طيب ينفع كده يعني؟ رجعنا لكم مره ثانيه مع استاذتنا استاذه هلا عمر، وهنبتدي دلوقتي ببرج الميزان. كده خلصنا ست ابراج، نخش على البرج السابع وهو برج الميزان. في حد هنا برج الميزان؟ نو. طيب احكي لنا بقى. ميزان من 23 سبتمبر ل 21 اكتوبر، اوكي، وده برج هوائي. والميزان طبعا كان كلنا عارفين انه كان متاثر من اورانوس في الحمل لانه قدامه على طول، فقعد برضو نفس السبع سنين عنده شويه احداث رخمه. عامل تحديات بالنسبه له، وعام نشط ومزدحم، بس الظروف العائليه فيها امور فيها شويه تحدي، خلاص في شويه واجبات عائليه مزعجه، بس على اخر السنه ان شاء الله هتبقى الدنيا اسهل. الصحه لازم تراقب. الكوكب اورانوس خلاص خرج من بيت الحب اللي هو كان البيت السابع اللي احنا مرينا فيه الست سنوات اللي فاتت، فراق وطلاق وشجارات وهيس، كانت الدنيا بايظه خالص. لكن دلوقتي الحياه الاجتماعيه بعد شهر مارس الحته دي هتحصل استقرار في البيت واستقرار في العواطف، والحياه الاجتماعيه هتبقى اكثر استقرارا. الاصحاب طبعا اختبروا وحصل فراق كتير بينهم، وممكن يبقى فراق نفسي، مش لازم يبقى فراق موت، يعني فراق نفسي. اوكي الدنيا كويسه بالنسبه لهم. بالنسبه للطلبه كويسه قوي، لان كانوا قبل كده عندهم برضو ضغوط في المذاكره وكده. في بقى في هيبقى في تناغم اسري، والدنيا هتبقى زي الفل في الحته دي بعد 3 مارس. الصحه يجب ان تراعى عشان في 3 كواكب كبيره بتضغط عليه، لازم يهتم بصحته ويعمل يعني تشيك اب كامل ودايما يراعيه. بيت الاسره حلو قوي تاني، رغم ان في مسؤوليات عائليه ومسؤوليات كتيره ممكن يتقفلها، بس الدنيا ماشيه مش زي الاول. اوكي يعني في مشاكل زي الحياه ما بتخلصش. المال احسن والشغل احسن والدنيا كويسه. اوكي بقى هو بعد الميزان في ايه؟ انا نسيت. الميزان في بعديه العقرب. يا مين هنا برج العرب؟ حضرتك يا باشمهندس، بس انت شكلك طيب. من 23 اكتوبر ل 22 نوفمبر. العام الماضي ده كان مربح جدا ماليا، والعام السنه دي برضو، لان هو لسه عنده كوكب الحظ، كوكب الحظ في بيته لحد 3 ديسمبر. بيته الثالث مسؤول عن التواصل، دي كلها ثقافات قويه جدا، عنده التواصل مع الحياه والمن حوله والعلاقات، وفيها تحديات كتيره قوي. تحديات ليه؟ في اختلافات مع البشر فكريا ونفسيا. مختلف معاكم ابنكم؟ مطلع عينكم؟ في تحديات. يعني عليكي شكله مش سهل. الطلبه لازم يجتهدوا اكتر. أوكي. الاولاد لازم اللي عنده اولاد من برج العقرب لازم يخلي باله عدم ذهابهم الى الكحولات والمخدرات والحاجات دي كلها. ومروح يا ابني انت اتفضحت، مش قلت لك دخلنا على الفيسبوك عندك وشفنا في ايه؟ انت اتفضحت. اوكي احنا بنقول الطاقات، ملناش دعوه تحصل ولا لا، كل وقدره. الطاقه اللي ممكن تحصل بسبب تسبب الطاقه دي
ما الأحداث دي قد تحدث وقد لا تحدث، قد تحدث بنسبة 10% وقد تحدث بنسبة 100%. هي حدثت مش كده؟ كل وقدره. أوكي؟ أوكي. فيها ذات مهنية بسبب الخسوف والكسوف، في 4 خسوف وكسوف هيأثروا في الحتة بتاعت الجزء المهني ده. الصحة كويسة قوي والنشاط كويس قوي. بيت الأسرة مش قوي، ما فيهوش أي نشاط كوكبي ولا طاقة، لكن هيظل الحال كما هو. مامته مش طايقة أهو، أنت مش شايفة. بس أوكي. المال والمهنة العام مربح، يعني في طاقة حلوة قوي للفلوس. أوكي. اللي بعديه إيه بقى؟ اللي بعديه يا سيدي القوس. مش كده؟ القوس. القوس عنده المشترى هيدخل له من ديسمبر اللي جاي، اللي هو اخر السنه يعني، وده معناه ان هو داخل على حاجه كويسه قوي. في طاقه حلوه وفي ثراء وفي سفر كتير وفي حياه جيده وفي تفاؤل. في حد هنا برج القوس؟ الاحوال الماليه هايله وهتزداد بعد كمان لما المشترى يروح له بعد 3 ديسمبر، يعني عندنا سنتين حلوين. اوكي ان شاء الله. عنده حساسية بسبب كوكب نبتون، حساسية وهشاشة روحانية، بمعنى انه بقى سنستيف، عشان بقى اكثر شفافية بسبب الكوكب ده، هيتأثر بسرعة جدا لأكل بايظ، لأي كحول، لأي مشروبات، لأي ريحة تسبب حاجة. من كتر ما هو عارف، لما الإنسان يبقى عنده شفافية كده، في 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 سنسيفيتي، حساس لاي حاجه تاثر فيه، يخلي باله جدا من الناحيه الصحيه في الحته دي. انما هي بشكل عام الصحه كويسه الا من الحاجات دي. الفلوس عندهم ايه؟ هقول لك. بيت المال، بيت الاسره، بيت الاسره يبقى الحال كما هو عليه، ولكن في اوقات في الشهر بسبب الكواكب الصغيره اللي بتمر بسرعه تعمل مربع، هتسبب مشاكل في البيت في المنطقه دي. خلاص. بالنسبه للسيدات على لديهم خصوبه كويسه اللي عايزين يخلفوا، خلفوا. لا ما يخلفوش، كفايه خلفه اصلا. كل الابراج المال جيدة جدا. الايه؟ المال والمهنة جيدة جدا الثلاث سنوات الماضية ومستمرة. طب كويس. ده برج القوس محظوظ السنة دي. احلى برج السنة دي. احلى برج؟ لا. الحب والحالة الاجتماعية، بيت الحب السابع فارغ، لكنه هيفضل الحال كما هو عليه. لما بنقول كوكب فارغ، البيت فارغ من طاقة كوكبية، ده مش معناه انه مفيش اقدار قد تحدث. لا. بس هي وقدر كل واحد، لكن مفيش طاقة، هو وشغله يعني. اللي بعديه بقى جدي، 21 ديسمبر ل 19 يناير. مين حضرتك؟ برج الجدي. اوكي. لسه الجدي اكتر برج فيه نشاط كوكبي، عنده زحل وعنده بلوتو باين عليها. اوكي. خلاص. وده ما خليه، بس زحل ده كوكبه خلاص، هو شايل الهم اكتر وبيشيل مسؤوليه اكتر وبيفكر في الاشياء الوحشه اكتر، عشان بيحاول يخلي باله يبقى في الامان اكتر، لكنه بقى اكثر تنظيما واكثر صبرا بقى، يعني صفات الجدي الحلوه زادت والوحشه زادت الاثنين مع بعض. اوكي. العام اللي فات ده انخفضت روحانياته. ليه كده بقى؟ مش الطريقه دي. ارفعي معنوياتك روحانياتك شويه. هترجع تاني ان شاء الله، وهتهتم بالامور ده يعني بالحته دي، هتقوى شويه لانها انخفضت بسبب استدعاء الطاقه السلبيه، بسبب الطاقه التشاؤميه اللي موجوده. اوكي. ف ده كويس. بعد 7 مارس هتهدأ الامور اكتر، الطاقه هتبقى اظرف، تبدو مستقر، لكن الاولاد غير مستقرين. ايه يا يوسف؟ وعندهم شكوى وتمرد، وده عادي خالص. ده على فكره واضح في طاقه الكواكب، فالعيب مش فيه، في طاقه الكواكب. اوكي. اوكي. طبعا انت قلت المال والاسره كويسين؟ لسه قولي لها المال. هقول لك بيت الصحه كويس، بيت الصحه فاضي من اي نشاط كوكبي،
والسنه دي العام مناسب جدا لفقدان الوزن. ليه بقى؟ لان هيدخل لك المشترى ده في 3 ديسمبر وده المشترى ده كوكب التمدد، هيخليكي تتمادي في كل حاجه. خلاص الشريك لازم يقوم بتغيرات ماليه، بتغييرات ماليه في فكر مالي مختلف. انت بالنسبه لك المال في غنى، في ثراء، في طاقه ثراء، لكن مفيش طاقه نجاح. بصي فرق، يعني ممكن واحد يبقى اغنى لكن طاقه النجاح ابطا. اوكي لكن الدنيا كويسه. ماشي، نخش على البرج اللي بعديه اللي هو برج ايه؟ احنا كده قلنا الجدي الدلو، برج الشكاكين. دايما بحس هما شكاك في هنا برج حد برج الدلو؟ ما هو بيشكوا بس شاطرين. بحس انهم بيشكوا. ليه مش بيشكوا؟ اكتر ناس بتشك العقرب. لا بجد هو العقرب دول فظاع. طب برج الدلو من امتى لامتى؟ مش موجود، مش كاتبه، نسيته. مش مشكله. ماشي. اللي شعر اللي وراه يعني. المشترى طبعا في نبتن، كوكب نبتن عنده في البيت الثاني في البرج اللي وراه، وده مخليه في حاله من الان اوف ما بين الحياه العمليه الماديه والحياه الروحانيه اللي فيها كده روقان. يعني عاده هو من 20/1 ل 18 فبراير. 18 فبراير؟ والله؟ من 20/1 ل 18 فبراير. اوكي. الاصدقاء كويسين قوي لان المشترى في البيت ال 11 بيت الاصدقاء، وده هيبقى حاجه كويسه قوي في حياته لان هما اجتماعيين. الارنس ده كوكب اللي هيخرج من الحمل للثور، هيبقى في 7 مارس، هيحصل انتقال بين حياته العمليه والنفسيه في امور نفسيه اخرى. اوكي. التغيير ده نفسي، الطاقه دي نفسيه. اوكي. وده هيخليه اكثر مرحا، اكثر انفراجا، يعني مش هيبقى مخنوق. السنه اللي فاتت كان مخنوق. الصحه كويسه جدا والطاقه بتاعتها كويسه قوي. طبعا كوكب الصحه بتاعه القمر، والقمر بيتحرك كتير، وده معناه ان الان اوفس بتاعته حتى كتير. لما بيعيا بتاخد وقت قليل قوي. اوكي. العائله هيهتم بالاسره جدا. المال ايه عندهم اهم حاجه. هذا العام جيد جدا، بس بالنسبه للاسره في ظروف عائليه غير مستقره. اوكي لازم نهدي شويه ونحاول يعني نهدى شويه. وحتى في عزال كتير وتنقلات من بيت لبيت وكده، طاقه تعمل كده. البيت والمال والعمل كويس قوي، بس لازم يشتغل اكتر. أوكي. عشان يحقق ده. ايه تاني؟ نخش بقى على البرج اللي بعديه اللي هو برج الحوت. صح؟ ده اخر برج. 19 فبراير ويخلص 20 مارس. اوكي، ده اخر برج معانا. برج الحوت احسن كتير من السنه اللي فاتت. اكتر حاجه تحدي يعني هنا في حد برج الحوت؟ اصحاب برج الحوت عندهم كوكب نبتون كوكبهم، ونبتون ده كوكب الالوجن الوهم. حتى دايما بنقول ان نخلي بالنا من اصحاب برج الحوت والشباب الصغير لانه بيحب يتوه. كوكب نبتون بيودي الى التامل والميديتيشن. من اكثر المدمنين بيكونوا من برج الحوت. ده حقيقي للاسف. لانه بيحب يعيش المثاليه وما بيحبش يواجه قسوه الواقع. فده لازم يعني التحدي الاكبر بالنسبه لاصحاب برج الحوت، ومستمر لان نبتون بيقعد 30 سنه، هو دخل من 2008، فاحنا لسه قدامنا شويه، انه يفضل واقف على ارض الواقع ده بس. ودي خاصه الشباب اللي هم وقت المراهقه، وقت مرحله اللي ما قبل النضوج دي، مهمه قوي ان احنا نركز معاهم لان هم بيعيشوا احلام يقظه وبيعيشوا كده. فدي اهم حاجه من اكتر التحديات الموجود. للكبار ظريفه لانهم بيفصلوا من الواقع ويرجعوا تاني. اوكي. خصوصا كمان للكبار، ما يسرحش هو سايق، يعني ما يعملش تصرفات بره، ما يتوهش كتير. اوكي. البيت المال تغيرات حصلت ابس اند داونز كتيره بالنسبه له جدا، لان اورنس
اما كان في الحمل كان بالنسبه له في بيت المال البيت الثاني، فابس اند داونز ابس اند داونز طول السبع سنين اللي فاتوا. اعتقد بعد 7 مارس خلاص هيدخل بيته الثالث والدنيا هتبتدي تستقر جدا. الصحه والمال اخبارهم ايه؟ الاسره والمال الصحه جيده بالرغم من كل شيء. اوكي البيت والاسره برضو، البيت الكوكب الاسره فارغ من الكواكب وبالتالي كل حاجه تظل كما هي. العمل كويس وظريف وماشي الحال زي يعني زي ما فيش تغيرات. طب الابراج كلها لطيفه؟ الابراج كلها لطيفه باستثناء الخسوف والكسوف اللي هيحصل 5 مرات، وده لازم نقوله بالشهر في الشهر والكواكب السريعه، لان ما حصلش اي تغيير في الكواكب الكبيره. فاكر زمان بقول لك اللي بيغير الاحداث الكوكب الكبير، اكبر حدث هو ان اورانوس هيتنقل من مكان ناري الى مكان ترابي. اوكي، فالهيصه اللي حصلت ايام التمرد والتغيير والثورات والهيصه اللي حصلت دي خلصت، لانه كان في كوكب ناري. دلوقتي دخل كوكب هيدخل في مارس، لسه في ثوره في السودان صح؟ لا خلاص ان شاء الله ما يبقاش في حاجه وتعدي على خير ان شاء الله. لحد 3/17 مارس هيروح لكوكب ترابي. اوكي. لبرج ترابي، بما انه ترابي فحتى التغيير فيه ما هوش عنيف. طب انت هتكوني بقى معانا على الاسبوع الجاي، هنتكلم عن اول برج اللي هو برج باذن الله. برج ايه؟ هنبقى احنا دلوقتي في الجدي صح؟ هنتكلم عن برج الجدي. اوكي. يعني نبتدي من الاخر بقى عشان ما يزعلوش، دايما بياخد. ميرسي وحشتوني. انتي اكتر. ام هابي ام باك. ميرسي ان احنا اتكلمنا بسرعه على 12 برج النهارده. يعني باكتر كده ما ينفعش. ايوه. بشكركم جدا، انتوا اسره جميله، شرفتوني ونورتوني وخلينا دايما على تواصل، بجد اتبسطت بوجودكم معانا النهارده. ميرسي لحضرتك جدا، كل سنه وحضرتك طيب. وانتوا طيبين، يا رب تكونوا اتبسطتوا. ربنا يخليكم. بشكركم.